رابط فيرس فيرس جيمز مقطعين شايفين فيفا 19 مطمئن الهلال الحلقة جديدة. حلقة اليوم راح يكون عندنا بإذن الله حفل اعتزال ياسر القحطاني. فزي ما شفتم سابقا حفل اعتزال محمد شلهوب، حاليا راح يسوي حفل اعتزال ياسر القحطاني، المفروض هو قبل اصلا بس يلا عوضين. فراح نلعب بهذا الطقم الاحتياطي، نخلي برشلونة الاساسي. مباراة تكون على ملعب جامعة الملك سعود، راح يلعب ايضا بس دقيقة خليني اضبط التشكيلة. راح نبدأ نستبعد بهبري ونبدأ بياسر القحطاني، طبعا صممته وحط عمره 36. فخلاص هذه التشكيلة تقريبا اللي راح العب فيها المباراة. خلنا نشوف اذا في لاعب يستاهل. مش ما في احد، راح ابدا بالمعيوف وايضا عبد الله عطيف. فيلا راح ادخل على المباراه وارجع لكم حفل اعتزال الاسطوره ياسر القحطاني على ملعب جامعه الملك سعود. صعوبه عالمي بس دقيقه نعدل على الوقت. فيلا ادخل على المباراه وارجع لكم. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هذه أرق تحية للتعليق على هذه المباراة الودية واللي تمنح المدربين فرصة لاختيار اللاعبين بحرية. ليونيل ميسي في زيارة جديدة. ليونيل ميسي، بس خلينا نشوف اشيل هذه، بشيل اعدادات كاملة وارجع لكم. تتكلم عن اي قدرات خارقة تجعل خطيرة، لكن بوتي موجود في الدفاع والبليهي ايضا. يلا يا دجنك الشهراني. لكن المعلومية أيضا تركي آل الشيخ قال سابقا أو معالي المستشار تركي آل الشيخ قال إنه في حفل اعتزال للأسطورة ياسر القحطاني أمام برشلونة، ويمكن فعليا نشوفه خلال الموسم المقبل بإذن الله. حقك ياسر، أعطيها دبل حلوة ياسر. دجلك رمية التماس كريو. يلا ياسر، لكن يخلصها امتيتي. أداء لا بأس به من ياسر القحطاني حتى الحين بعد مرور 15 دقيقة في المباراة. فاول. فاول لمصلحة الهلال، ربما يفكر في تجربة حظ في هذه اللقطة وأن يسدد مباشرة من هذه المسافة. كرة ثابتة لا تمر. سيرجيو بوسكيتس. إيفان راكيتيتش. سالم الدوسري. الشوط الأول. السلام يا سالم. والهلال لم يسجل. مساحات كبيرة على الطرف الملعب يبعدها من مناطق الخط. محمد البريك. مينو استجنك. بينية ملعوبة بشكل ممتاز. الله على النظرة. فرصة لإرسال كرة في الشباك. مع بداية الشوط الثاني دخلت الثنائي جوفينكو ونواف العابد. مباراة ما شفنا فيها لمحات فنية خلت من الإثارة. السلام يا سالم. حلو جيفينكو. سالم اليوم مبدع. تنفيذ الضربة الركنية في وسط منطقة الجزاء. بالنسبة لمستوى حلو النواف. كرة جميلة على الطرف. يا لعيب يا لعيب، شوف المهارة الاستثنائية.
بوتي يلعب قدام عيال بلد اليوم. سلام البليه اللي كتف سواريز في كاس العالم، قادر يكتف مره ثانيه مع الهلال. خطير سواريز لكن معيوف، خطير عند ميسي وبرتو لكن تعدي على خير. قول محمد كنو بدال عبد الله عطيف. فاول، فاول لمصلحة الهلال. هذه كرات عبد الله المعيوف. السلام يا سالم، والله سالم لعيب ما شاء الله، حلوة هذه، لو انها لياسر كانت جول، لكن جات المشكلة اللاعب الغلط نواف. نواف يمكن كرات هوائية يعني دبل زي كذا، اما رأسية صعبة. 72 دقيقة وحتى الان متعادلين مع برشلونة، طبعا لو انتهى التعادل 0-0 راح اخليها برنتيات. ياسر، ياسر القحطاني يسجل في مباراة الاعتزال. وحش يا ياسر، وحش والله، وحش وحش يا كابتن الزعيم. ويسجد بعد تسجيل الهدف 1-0 للزعيم. هات الإعادة، شوف الغلطة الدفاعية، نواف استغلها، صنع كورة جميلة جدا لياسر اللي سددها ودخلت جول على احد افضل حراس في العالم تير شتيغن، رغم انه كان بيصده، لكن ياسر القحطاني يثبت للجميع الاسطوره. ياسر الكاسر الان صارت 1-0 الدقيقه 75 للزعيم. راكيتيتش، ليونيل ميسي مهارة كبيرة في تدوير الكرة مع الزملاء في أرضية الملعب، دقة كبيرة في التمرير، يلمس الكرة لكن ما سيطر عليها. يلا يا نواف. سيباستيان جوفينكو، يجب استغلال، حلو جوفينكو. خلصت تير شتيغن، والله كانت خطيرة، ترجع الآن لميسي. بليه خلصها، او في كرت، في كرت للهلال. نواف العابد، سلام يا نواف. نلعب الان في الدقائق الاربع الاخيره. الشهراني، كره عرضيه ضعيفه لا تصل، يبعدها والمدافع سيرجيو بوسكيت. الينيا، خطيره البرشلونه. سلام بوتي، والله وحش بوتي. رمي التواصل مع بوسكيت. كوتينيو، سيرجيو بوسكيت، فرصة أخيرة قد تكون للعودة في النتيجة وتعويض فارق سيرجيو روبرتو، لكن تعدي وسهلة المعيوف، ومعها نهاية المباراة، حفل اعتزال ياسر القحطاني ينتهي، تحقيقنا الفوز أمام برشلونة. مباراة جميلة جدا، نجمها الصراحة هو ياسر القحطاني اللي في مباراة الاعتزالية سجل هدف جميل جدا على تير شتيغن، وهذا هو ياسر القحطاني يروح يحيي الجمهور الحاضر أمام ليونيل ميسي اللي البليه وبوتيا مكتفين تكتيف مو بصاحي وما سدد أي تسديدة. فيلا الحالية راح أقدم وأرجع لكم. قبل ما انهي المقطع والله كان ودي اضيف لعيبه من دوريات ثانيه، من مثلا اجيب او لا اجيب لعيبه من الدوري السعودي وزي كذا، لكن صراحه ما في وقت، وتقريبا تشوفون المقطع في رمضان، اتوقع اول يوم في رمضان. فكل عام وانتم بخير، رمضان كريم. بلس تقريبا هذه الحلقه الاخيره من سلسله نمط بين الهلال، خلاص تقريبا اكتفيت من هذه السلسلة، بإذن الله نشوفكم في 20 من ذي السلسلة.
وراح تكون افضل باذن الله. لكن هذا الجزء سويت كل اللي اقدر عليه بسلسله نبض من الهلال، فما راح يعيد. شفت طلبات كثير لكن ما اقدر، خلاص تقريبا باقي لنا مهنة حاب انهي، وبعدها خلاص راح نبدا يعني مثلا نروح اخبار انتقالات الصيفية وزي كذا. فعشان كذا هذا هو او هذه الحلقة الأخيرة من نمط المهنة الهلال، كانت سلسلة جدا جميلة. شكرا لكم على دعمكم الكبير على هذه السلسلة من بدايتها إلى نهايتها اللي هي اليوم، وأعلى مقطع ما شاء الله جاب 100,000 حق حفل اعتزال شلهوب. شكرا لكم دائما وابدا، وكل هذا بفضل الله ثم بفضلكم، وشكرا لكم من جديد. ويلا كان معكم فيس جيبز في مقطع ثاني، مع السلامة.